رح نروح إلى موضوع آخر وهو أيضا تكريم ولكن من نوع آخر، نكرم الناس اللي دائما تقولين عليهم أميرة، شنو هم؟ نعم، وهم يضحون بحياتهم ويعني بطريقة جدا خطرة، يعني يقطون نفسهم بالنار عشان ينقذون حياة الآخرين. بالفعل يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين. وفي الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع درجة الحرارة نلاحظ يعني كان هنالك الكثير من والعياذ بالله الحرائق اللي انتشرت في الكويت نتيجة لارتفاع درجة الحرارة أو نتيجة مثلا لضغط في الغاز وغيرها من هذه الأمور اللي أدت إلى مثلا حرائق، وكانت فرق الإطفاء تساهم بشكل كبير تحت لهيب الحرارة وتحت لهيب الشمس إلى الإسراع إلى أنقاذ حياة يعني الآخرين. يعني مو بس النار اللي شابة ويبون يطفونها، بعد في حرارة شمس. بالفعل يعطيهم ألف عافية. لذلك كرمت الإدارة العامة للإطفاء عدد من الإعلاميين والصحفيين، وذلك لما قاموا به من تغطية في أنشطة وفعاليات الإطفاء في الفترة السابقة وإبراز جهود رجال الإطفاء تجاه هذه الحوادث المختلفة ومدى جاهزيتهم لهذا الموضوع. نعم، نتابع التقرير الآتي. ثمنت الإدارة العامة للإطفاء دور وسائل الإعلام والصحافة المختلفة في تغطية أنشطة وفعاليات الإطفاء وإبراز دورها في التعامل مع الحوادث. هذا ما أكدته الإدارة العامة للإطفاء خلال حفل تكريم الإعلاميين والصحفيين. بتكريم جميع الصحفيين والإعلاميين بدولة الكويت هي رسالة شكر وتقدير وعرفان للدور الكبير والمميز اللي يقوم فيه رجال الإعلام في جميع المستويات لإبراز دور رجل الإطفاء الكبير وتضحياته من أجل حماية الأرواح والممتلكات. من غير دور وسائل الإعلام ورجال الإعلام ما كنا بنظهر بالصورة اللي ظهرنين فيها، فألف شكر لجميع رجال الإعلام في دولة الكويت. تكريم رجال الصحافة والإعلاميين لم يأتي من فراغ، إنما يؤكد الدور المهم والتعاون مع رجال الإطفاء والذي يعتبر وسيلة توعية للمواطنين والمقيمين. كل الشكر فان للإعلاميين للأمانة اللي ما قصروا معانا قط، يعني في كل الأحداث والحوادث في جميع المناسبات، فهذا يفرض علينا اليوم للأمانة أن نعطيهم على الأقل يعني قليل مما أعطونا، وإحنا مهما شكرناكم ما راح نفي بحقكم للأمانة، يعجز اللسان عن الشكر، ومهما قلنا للأمانة وأخذنا كلمات من أي مصطلح ما راح نفي بحقكم للأمانة. توثق يعني التواصل ما بين الجهات الإعلامية بشكل عام والإدارة العامة للإطفاء، وكذلك ما بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الإعلام بشكل خاص. نفخر نحن وزارة الإعلام بجميع التسهيلات المقدمة من الإدارة العامة للإطفاء، سواء كان في تغطية الأنشطة العادية أو الأنشطة الطارئة للأمانة، جهود جبارة وقفزات نوعية تشهدها الإدارة العامة للإطفاء يشكرون عليها. وكذلك باسمي يعني باسم قطاع الأخبار نشكر الأخوة في الإدارة العامة للإطفاء على جميع وجهودهم والتواصل الدائم والمستمر مع قطاع الأخبار لنقل الحقيقة دائما وتطمين المواطنين لحظة بلحظة. هذا الشكر والتقدير من قبل الإدارة العامة للإطفاء لرجال الإعلام ودورهم البارز لإيصال كل ما يقوم به رجال الإطفاء من عمل بطولي لإنقاذ حياة الآخرين، يؤكد أن أي مؤسسة في الدولة لا تستغني عن دور الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو المقروء. هذا التكريم لرجال الإعلام والصحافة من قبل الإدارة العامة للإطفاء له مآثر عدة ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الإعلام والصحافة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.